ما أظنش أنه أصبح في حد عنده جدال أن البنات في مصر بقوا جبابرة، يعني مش بس عشان مسلسل فاتن أمل حبي، دي ست بتدور على حقها يعني، لكن هم البنات في مصر بقوا جبابرة، بقوا جامدين كده، بقوا يعني هم دايما الستات المصريات معروفين أن هم جدعان، بس اللي بيحصل دلوقتي بشكل يومي تقريبا أنك بتقعد تشوف نماذج وأمثلة تخليك تقعد مستغرب جدا. خلونا نرحب ببنتين من مصر من البنات الجدعان اللي هم بالتأكيد برضو جبابرة، لميا ولبنى، صح كده؟ صح. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. الله اكبر. بتدرسوا الصبح وبتبيعوا فول بعد بالليل؟ اه. ده انتم مفترين جدا. طيب خلوني احكي معاكم على مساله التدريس الصبح والفول بالليل، وايه قصه عربيه الفول دي وطلعت في ذهنكم ازاي، بس خلونا كمان عايزين نرحب جدا جدا بنجمنا الكبير محمد رياض. لسه مش معانا، اول ما يبقى معانا هنرحب بيه. انا عايز اعرف مين فيكم الاكبر؟ انا لميا. انت الاكبر، كم سنه يا لميا؟ صغيره لسه. يعني ايه؟ انتوا مدرسات يعني اتخرجتوا مش كده؟ اوكي، بس انت الاكبر، ما بتقوليش عندك كم سنه، لسه بدري قوي على ما تفكري في السن. طيب مين صاحبه الفكره بتاعت الفول في رمضان بالليل دي؟ احنا الاثنين فكرنا بصراحه. ايه فجأة يعني انتوا قاعدين جنب بعض رحتوا ايه رأيكم نعمل عربية فول في التجمعات؟ ازاي؟ هو حد فيكم قال الأول؟ يعني جت ان هي طب يلا ننزل يلا. لقينا ناس صحابنا يعني عاملين زي شركة كده، فاحنا اشتركنا معاهم. أوكي. بما اننا لينا قبل كده يعني كنا بننزل نعمل برضو اكل فعلاً بتاعنا. يعني دي مش اول مره، مش اول رمضان تعملوا كده؟ لا هو مش اول رمضان بس مش اول تجربه. اوكي. فكنا بننزل الاول نعمل مكرونه بالكبده وحاجات اكل شرقي وحاجات زي كده يعني. مكرونه بالكبده وكبده وسجق وفول وعملنا كده برضو. فكنا الاول بادينها ان احنا انا وهي فود بلوجر اصلا في الاول في الاساس، ماشي، من 4 سنين. فاحنا من كتر ما احنا كنا بنحب الاكل والحاجات دي كان نفسنا يبقى عندنا مطعم. ف يعني الماديات بتاعتنا ما ظبطتش ان احنا يكون عندنا مكان زي كده، فبدانا ان احنا ناجر عربيات. ماشي. فاحنا كنا بنعمل اكل وبننزل نقف على عربيه ونبيع الاكل ده. نبيع الاكل بالظبط كده. حلو. وبعدين بس فالموضوع اتطور معانا شويه، وبعد كده جه علينا وقت بدات الدنيا بقى تستغل الوضع لا يعني احنا طلعنا في حاجات كذا مره قبل كده. فبدات الناس اللي كانت بتاجر لنا العربيات دي بداوا في استغلال، ولا انتوا اتشهرتوا بقى فيلا نزود بقى. كانوا بيزودوا بكتير. فاحنا قاعدين كل الفتره دي لغايه اما رمضان طبعا جه، فجيب بشايره علينا، فجينا لقينا اصحابنا دول عاملين يعني زي عربيه وكده، وقلنا خلاص ندخل معاهم، فعرضوا علينا فقمنا وافقنا. طيب انا عايز اتكلم اكتر على العربيه، لانه بما انه انها شركه يعني فيها اكتر من اكله، يعني مثلا انتوا بتقدموا فول، هم بيقدموا حاجه ثانيه. واحنا كلنا مع بعض. وساعات احنا في ايام بيبقى عندنا ضغط في المدرسه وكده فما بنروحش، هم بيقفوا ساعات، هم ما بيجوش احنا بنقف، ساعات احنا كلنا بنبقى موجودين كده. اوكي. طيب انا استاذنكم، نجمنا الكبير محمد رياض معانا على التليفون. اهلا 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 اهلا. اهلا استاذ يوسف، ازاي الصحة استاذ؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. كله تمام؟ طيب. وانت بالصحة والسلامة، رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى كل السادة المشاهدين. علينا جميعا يا رب. طبعا شخصية العميد يسري من الشخصيات اللي مكسرة الدنيا في الاختيار، فأولا تهانينا، ده نمرة واحد. رب. الله يخليك، شكرا. أنا بقى عندي سؤال، الشخصيات لما بتيجي تتقدم على خلفية شخصية حقيقية ومعاصرة تتبني ازاي يا استاذ؟ وهل قابلت العميد يسري الحقيقي؟ لا ما قابلتوش، لانه اعتمدنا في تجسيد ادوارنا اللي هي في الاختيار على الورق اللي موجود عندنا. والحقيقه كان في حد يعني من المتخصصين معانا كان يعني مصاحبنا في كل المشاهد. عظيم. لو في حاجه بره السياق، حاجه مش مظبوطه، تعرف برضو الشخصيات دي بتبقى ليها طبيعة خاصة طبعا، من حيث الحوار بتاعها، من حيث البادي لانجوج بتاعها، يعني حاجات كتير جدا. فكان معانا حد متخصص على طول، كان لازمنا طول الوقت. لكن الحقيقة أنا ما شرفتش بأن أنا يعني أقابل العميد يوسف الحقيقي. يعني تجسيد شخصية أمنية رفيعة بيبقى فيها حساسية، مش كده؟
طبعا اكيد بتبقى حساسيه، وبنبقى ملتزمين بالحوار تماما. يعني احنا الاضافات اللي ممكن نبقى مسلسل عادي اجتماعي عادي، بنبقى عندنا شويه اضافات كده ممكن نعملها للشخصيه، بتبقى من خلال الشخصيه بتضيف للشخصيه شويه حاجات. هنا لا، هنا احنا ملتزمين تماما بالحوار اللي مكتوب. حلو جدا. طيب الى ان نلتقي، هسال السؤال الاخير بس ارجو ان توافق على هذا اللقاء ويبقى وقتك سامح يعني. لا ده يسعدني طبعا، انت عارف يعني. لا انا اللي اتشرف. بس يعني العزاز جدا 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 على قلبي وعلى كل الساده المشاهدين. صدقني وانت اكتر بكتير يعني. في رايك ايه اهميه الاختيار السنه دي؟ السنه دي الاختيار فعلا مكسر الدنيا. الحمد لله اهميته لانه بنتكلم في فترة صعبة جدا، فترة كانت خطيرة جدا في تاريخنا المعاصر. تقريبا احنا كلنا شاهدنا الفترة دي وعشناها بكل تفاصيلها وبكل المعاناة اللي احنا عشناها وبكل القلق اللي احنا كنا فيه على البلد كلها. بنعرف كواليس بقى اللي بيحصل ده، يعني ده المهم في الاختيار، الناس بتعرف الكواليس وحجم الأخطار اللي كانت موجودة على البلد في الفترة دي، وحجم أجهزة الدولة الحمد لله اللي هي كانت شغالة في ظل الظروف الصعبة دي. انت عندك أجهزة كتير كانت شغالة في الدولة بكل، يعني ما كانوش بيناموا خالص، ما كانش بيروحوا بيوتهم عشان حموا البلد من أخطار لا حصر لها. الحمد لله انه مصر قوية بشعبها اولا، بالناس المخلصة ليها، بأجهزتها المختلفة سواء كان أمن وطني أو المخابرات الحربية أو العامة والجيش طبعا على رأس كل ده. لا الحمد لله أن مصر كان فيها رجالة مخلصين قدروا يحموا البلد. صحيح. طيب يمكن على خلفية الاختيار، لو كانت الجماعة غير المباركة موجودة ما كناش شفنا لميا ولبنى عاشور بينزلوا يبيعوا فول بالليل كبنات، تقول لهم ايه بقى في التجربه بتاعتهم دي؟ انا طبعا انا سامع قبل المداخله، انا طبعا بحييهم جدا جدا وببارك لهم وبقول لهم يعني انتوا بتعملوا عمل عظيم. فكره انه الواحد يقدر يعمل مشروع خاص بيه ويقدر ينجح فيه ويثابر فيه ويقدر يشتغل، وانا كمان بحب جدا انه يكون ده البنات اللي بيعملوه قد كده، عندهم قوة وصلابة ومثابرة، بحييهم جدا جدا. طبعا لو كان الوضع غير الوضع يعني، والحمد لله انه يعني ده ما حصلش، اكيد كانوا هيلاقوا معاناة شديدة يعني. صحيح. اذا على ما كانش انا يعني اساسا كان ده ما كانوش هيسمحوا لهم خالص، كانت هتبقى مأساة ساعتها. ربنا سترها معانا الحمد لله. الحمد لله. فرج من ربنا. انا بشكرك اولا جدا وبستأذنك اول ما وقتك يسمح لو سمحت لازم نتقابل. يا ريت والله. ان شاء الله طبعا اكيد يعني، ربنا يخليك باذن الله. وسعيد جدا بالمداخله دي جدا. انا اسعد ومتشرف. الف شكر ليك. شكرا ليك وتحياتي. نرجع مره تانية للميا ولبنى عاشور. صحيح انتم متصورين لو كان لسه الاخوه موجودين كنتوا هتعملوا ايه في عربيه الفول؟ هنركنها. كان ممكن تهاجروا. هنركنها. ما بتصادفوش صعوبه او ساعات غلاسه او سخافه؟ بصراحه لا، انا ما حصليش كده خالص. طب الحمد لله. ايه بتبص لها ليه؟ لا ولا انا خالص. خالص. طيب مش ده معناه برضو ان المجتمع نفسه اصبح اكثر تطورا وتفاهما؟ طبعا. لا دي حقيقه فعلا. دي حقيقة. وزمان انا ما كنتش بشوف اصلا حوار العربيات دي خالص يعني، ولا ان اصلا بنت تنزل تقف تبيع في الشارع. بالظبط. كان بيبقى شيء اصله نادر قوي، وكان دايما تلاقي انه هجوم في هجوم، وساعات كانوا ناس تسخف. بس احنا ما كناش بنبص لها مثلا من المنظور ده. بس في الاساس انا شايفه ان دلوقتي ان مش عيب ان اي حد يعمل مشروع لنفسه، حتى لو المشروع بتاعه بسيط جدا. بس يمكن الاول ما كانش فيه الحاجات دي خالص، او عمرنا ما كنا سمعنا عنها. ما اعرفش بقى، يمكن عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا، او كان بس على ما اظن ان انا عمري ما شفتها في حياتي يعني. هل السوشيال ميديا ساعدتكم في المشروع ده؟ ازاي يعني؟ عادي في الاول اصلا يعني زي ما قلت لك فعلا احنا فول بلوجر يعني. اساسا كنا بنعمل ريفيوهات للمطاعم وبنقيم المطاعم وكده، فكان عندنا البيج بتاعتنا يعني، احنا الفيديوهات بتاعتنا عاليه وعندنا متابعين على سواء فيس انستغرام تيك توك وهكذا.
اوكي. فاحنا لما بنرفع فيديو اكيد بيجيب فيوز وبالتالي الناس تبدا تجي لكم بقى. بالظبط بالظبط. احنا اصلا قبل ما ننزل فعلا بنقول لهم ان احنا نازلين الساعه كذا في المكان الفلاني. اه فيبدا بقى الزباين يجوا يهلوا. لا واحنا بنعمل كده دلوقتي في يعني انتوا بتغيروا المكان؟ لا احنا المكان دلوقتي حاليا لا ثابت. بس الاول كنا كل مره بمكان، لان اللي بيأجر لك مره ما بيأجر لكش تاني. ليه؟ المفروض يعني بيبقى اللي هو انتوا بقى هتاخدوا يعني شغلي، هتاخدوا المشروع بتاعي، هم بيبقوا باصين لها برضه من منظور مفيش حد بياخد رزق حد. كمان عندي سؤال، بداتوا الاول زي ما قلتولي بمكرونه بالكبده؟ جربتوها فين اول مره اصلا عشان تقرروا تعملوها؟ لا ماما هي اللي كانت بتعملها لنا. ماما برضه ماما برضه لا ماما بجد انا انت اللي كنت بتعملها. ايوه انت عارفيها منين؟ من ماما. طب اهو بس كده وصلنا الى نفس النقطه. نفس النقطه في النهايه. لا كنا زمان بنروح ناكل مكرونه بالكبده عند واحد مشهور، مش هينفع اقول اسمه عشان بس ما يبقاش اعلان. المساله دي مربحه تجيب فلوس؟ مش انا مش في الضرايب، ما تقوليليش كام، بس يعني مربحه؟ يعني هي الى حد ما كويسه. كويسه في شهر ولا تقدروا تكملوها بقيه السنه؟ ما هو بقيه السنه هتكملها ايه يعني؟ ما هو الشهر اصلا انت اخر اسبوع في رمضان بتبدا الناس خلاص بقى زهقت من السحور وزهقت من كذا. مش لازم سحور، ما احنا طول الوقت بناكل يعني. ماشي بس بناكل كبده وسجق ومكرونه بس وبناكل مش عارف يعني كل حاجه. لا احنا هنرجع تاني للاكل الحرش ده. الكبده والسجق وكده. وانتوا اللي بتعملوه بايديكم؟ ايوه. ايه سر طبق الفول الناجح؟ الزيت الحار. الزيت الحار. لا بنيكون مظبوط التسويه بتاعته مظبوطه. انا احب طبق الفول بجد يعني، يبقى الفوله نفسها مظبوطه. وتعرفي الفوله كويسه منين يعني؟ وانا رايح اشتري فول ني لسه وعايز اجرب اعمله في البيت كده يعني مثلا لا مش انا فيسكو. ما عنديش خبره فيها. امال بتشتري فول ازاي؟ ايه ده احنا بنجيبه جاهز من المستورد. بتجيبي قدره فول من جاهزه؟ انما باقي الحاجات ما فيش حد دلوقتي بقى هو اللي بيعمل كلها دلوقتي، بتروح تستوي وبتاخد مستوى على طول. ولسه في مستوقد لحد دلوقتي؟ في مستوقد. فين بقى؟ في الوايلي. في الوايلي. طب حلو كويس. بتعملوا ايه تاني غير الفول؟ انا شايف في بطاطس بتتحمر ده في شغل جامد جدا. بنعمل بيت اومليت وبيت مدحرج و جبنه بالطماطم. البيض المدحرج ده بقت سمعته في مصر مش قد كده بسبب الاسعار. لا احنا مش هنبيع اسعار 16000 دي. لا لا هو فاكره. ايوه انت شفتوا الريسيت اللي مش. ايوه لا احنا يعني اسعارنا كويسه. يعني الطبق بيبقى فيه كام بيض؟ مثلا اقول لك انا عايز طلب بيض مدحرج. اتنين بكام دول؟ بكام يا ربنا؟ البيض المدحرج ب 15. ب 15؟ امال ايه الفاتوره اللي شفناها؟ ما تجيش طبعا حته السمنه. ده انت مفتريه باين عليك. انت اللي ماسكه الفلوس ها؟ ما انا خريجه بيزنس اصلا. محدش بياخد حاجه. وانت يا لامي خريجه ايه؟ تربيه فنيه. واضح الفلوس هنا بتتكلم عن الفلوس. كتير يعني مركزه في الموضوع. لميا ولبنى انا بشكركم على وجودكم معانا، ده نمره واحد. وطبعا كنت بتمنى انكم تيجوا تهلوا علينا ومعاكم كم طبق كده نقعد نقزقز وندوق ونقيم. والله جايات كتير، لو عايزين تيجوا تاني حتى لو مش تطلعوا الهوا تعالوا نورونا. طب ماشي خلاص تعالوا نورونا. انتوا تعالوا نورونا. اكل وروحوا. طب ما تيجوا تنورونا انتوا هناك. شكرا خلاص. وانتوا مكانكم فين؟ في مدينه لا مشوار. نورتونا وشرفتونا لميا عاشور حسن حافظ ولبنى عاشور حسن حافظ، نورتونا جدا 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 جدا. كل تمنياتنا ليكم بالنجاح على مدار السنه مش بس في رمضان. برافو عليكم، تجربه حلوه. وبنات مصر الجدعان مية مية. لحد كده انا خلصت، اخد بعضي واروح واقول لكم سلامات. ولو كلنا العمر نقابلكم بكره، ما تنسوش بكره تراب كتير فتاخدوا بالكم. سلامات.